فعلا ذوقنا انا وسيمان تغير بالاكل. انا عم بحكي مشتهيه السوشي، بدي برجر، بدي بيتزا، هو شيش برك. رحت اكلت الاكله اللي عملتها، صراحه كانت طيبه. كانت طيبه سيمان اكل، تخيلوا انه سيمان اكل معي. انت ما عطف يا شيخ اليوم، انا ما قصرت كثير بوجبتي، كنت عم اعدل الفيديو، عندي كثير شغل ما اكلت كثير. اكلتها؟ كيف كانت طيبه؟ ما بصراحه هي كانت طيبه كشو، كدايت، كاكل صحي، بس الاصليه اكيد مع الزيت وهي الاشياء بتكون افضل بكثير. مهم اكلنا، شبعنا، عملنا من تقريبا ساعه، ساعه ونص اكلنا. فهلا وين رايحين؟ رايحين على النادي، على الجامعة. حماس للسماء. شو الحماس بالموضوع؟ انا ما في هذا، انا حنام على الطريق. تعرف انه انا حنام؟ انا نعسان كمان. صرنا ساعه عم نمشي 10 دقائق بالسياره وهيك ساكتين ولا كلمه. انا هيك عامله كل شوي بغفي. شو هالنشاط واحد بس؟ لو نشاط كنا ما رحنا على النادي على فكره يا جماعه. صايره انا عم بشجعك. والله شو قصتك؟ ما بعرف يعني، تخيلوا سيامان صاير ما بدي يروح على النادي وانا يعني بشجعه وبلح عليه انه يروح. يعني بيتعب عنا 100 شغله اليوم. اوكي اليوم كنا مشغولين شوي، بس بعدين خلص خلصنا. شو فيك تروح؟ واصلا التمرين بالليل بحسه حلو، بتعرفوا ليه؟ لاني بيكون هيك الزحمة شوي خفانة. مين بيكون موجود؟ الكبار شوي، مرات بلاقي كبار بالسن، وكبار بالسن كتير مريحين بالتمرين، ما بيستخدموا ولا شيء، ما بيستخدموا لا ادوات ولا هي، وبيضلوا هيك قاعدين يشيلوا اوزان. فكتير حلو التمرين مع الكبار. انا بالليل بحب اكثر شيء اتمرن، او اذا واحد بده الصبح، اذا ما بده ناس الصبح يعني. بكير صح؟ ايه الصبح بكير، بس نحن مستحيل يعني، بس ما بنفينا نحن ما بنفينا. ايه نحن ما بنفينا. انت متمرن قبل شيء؟ متمرن قبل؟ لا ولا مره بحياتي تمرنت الصبح، ولا مره. هلا انا بسمع وبيقولوا انه التمرين الصبح كمان ما في زحمه وهيك. هلا حاليا ما بعرف، رح اروح شو اشوف. انت عندك ما في زحمه؟ انا بصير عندي زحمه بالوقت. ايه لانه انتو بتعرفوا رجال الشباب بيتمرنوا اكتر من البنات، بس مرات بيكون زحمة عندنا كمان بيبي، يعني اغلبيتهم بيكونوا مخلصين شغلهم بالليل. فشو البنات كمان بيتمرنوا بالليل؟ الشباب اكتر عن الشباب. لا بلا والله، يعني البارحة انا رحت بالليل، البارحة تمرنا كمان، رحت بالليل وكان في بنات يعني. anyway يعني كان اجهزة المشي كلها مشغولة. انا امبارح ضليت استنى يعني دوري لبين ما وحدة نزلت، رحت على جهاز المشي. انا ما عملت كارديو امبارح. سيامان ما عمل كارديو من الزحمه فول. فهلا ان شاء الله ان شاء الله. بس احسن وقت تعرفي امتى؟ الساعه 3 4 بيكون عندي انا قسم الشباب فاضي، ما فيه ولا شخص. يعني في شغل؟ انا قررت بكره راح يكون عندي وجبه فري. صار زمان ما اكلت وجبه فري. وجبه فري يعني اكل اللي بدي اياه، بس وجبه واحده يعني، ما انه يوم. شوفوا في ناس بتاخذ يوم كامل فري، انا ضد هذا الشيء، لانه يوم كامل بيكون صعب انه انت تعوضه هيك، ويصير كتير كالوريز اذا اخذته كل اليوم فري. بس اذا تاخده مثلا وجبه واحده فري بالاسبوع مره مرتين عادي ما في مشكله، ولا شو رايك؟ مو احسن هيك بيبي؟ تكون وجبه واحده فري احسن ما اني الوجبات الفري بس. يا احسن وجبه واحده فري ولا يوم كامل فري؟ هو عاده انا بعرف بعمل وجبه فري ويوم كامل. لا في ناس انه اصلا اغلبيه الناس بيعملوا انا يومي يوم هذا فري، عندهم يوم فري. شو اللي حرقته من شهر بيوم واحد رجعت طعمه؟ بس كثير عالم بياخذوا يوم كامل فري من الصبح لليل هيك ياكلوا بالدنيا، بس لا غلط، وجبه واحده لازم. فانا وجبه الفري تبعي ما بعرف شو حاكل اليوم. عملت اليوم شو؟ اليوم باذنجان. اليوم ايه عملت هاد هي فري يعني مع من دون زيت من دون زيت. شو فري ما فري يعني؟ شو فيها شيء انه فات مشان يكون فري غير صحي؟ والله صراحه ما كانت فري. انا هاد اكلي الصحي العادي يعني، دائما بطبخه نفس طبخاتنا، بس انه شو بقلل الزيت وبقلل الكارب الكربوهيدرات وبزيد بروتين لما بسكب لالي. سو بكره فري، ما بعرف شو رح اكل، يا همبرجر يا سوشي. بتعرفي الاكلات كلها ما بخطروا لي ولا بين الله، اذا تاكلي قدامي همبرجر هيك 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 كبرى وشكلها بيجي هيك تشيز ولا بشتهي عليها. بدي بطاطا مقليه، هي تبع ماكدونالدز، لازم لازم اروح باكل. شو بشتهي على شو؟ شبرك ف
فعلا ذوقنا انا وسيمان تغير بالاكل. انا عم بحكي مش مشتهي السوشي، بدي برجر، بدي بيتزا، هو شيش برك. والله طيبه شيش برك. هي طيبه بس مو انه على لك هدول ذكرتين كله تحطيهم قدامي ولا بكمل ولا بحرك شعراتي، بس حطي لي يلا شيش برك. يمكن تضعف حاشي. لا ما بضعف مره يعني. سيامان عنده إرادة مش طبيعية ما شاء الله. والله ما شاء الله عليه، إنه لو شو ما تحطه قدامه. هو صار له تقريبا شهر ونص، شهرين؟ لا ما صار شهرين، صار شهر وأسبوع. شهر وأسبوع صار له عم يأكل أكل يعني مو طبيعي، رز ناشف مع دجاج ناشف بس، وأي شيء بتحطه قدام ما بيأكل، ما في، ما ضعف ولا مرة واحدة ولا وجبة ولا لقمة ولا واحدة. إحنا عبيت تخطيط عامل محاشي. نروح عند ناس وبوفيه وأكل وإغراءات قدامه ما بيأكل ما بيعمل. أنا بدي أعطيني السر، أعطينا. جايز اليوم فل أكتر من بارحة. بدي أتمرن بسلام. هدول كلها سيارات للرجال. لا لا البارحة كان زحمة عندي. والله والله. هو فقرت الليل ما. مفكر سيامان بس عنده بيتمرن، ولا البنات بيتمرنوا كمان. انا بقول لك على الرجال لان الرجال اكثر شيء. اهم شيء انا جبت سماعتي وما بعرف اي دائما بتنسيها. اي سماعتي ولا سماعتي سيامان؟ انا من دون ميوزك ما بعرف. لا لا الي بلا بلا بلا. الي والله بلا بلا الي ساد ابدا اشوف. انا مشكوك في امره. جيب مهم اليوم جبتها لاني اخر مرتين انا رحت على النادي ما في سماعة. هيك تخيلوا الكآبة بسمع صوت انفاسي. فلما بسمع ميوزك ما بس يعني هيك بفصل من العالم. بستغرب كيف تتمرني بالسماعة. لا انا ما فيني. أنا عادي ما بفري معي. وبالذات اذا عملت كارديو وما في سماعة. الله على الملل. الله كارديو ضل صافن على الجهاز هيك وتمشي. ممكن بالكارديو بس بالتمرين العادي انا بتفري ساعة. معي. لا انا بتفرق معي. بتعرفي ليش؟ لاني تركيزي بالتمرين بصير بفكر. وين شنطايتي؟ شوفوا انا اليوم مطقمه مع شنطاي، العبايه بينك يعني درجات البينك والشنطه بينك. دائما بجي هيك الوان اخضر وبينك واحمر. شيء احمر. لا ندخل طبيعي. ما في شيء نطلع منكوشين. انت منكوش حالتك حالك. شوفها بروتين وحركات. انت ملاحظة ولا مالك ملاحظة؟ ها؟ ملاحظة هاي الحركات ولا لا؟ بروتين واشياء. شوفها بروتين وحركات. انت ملاحظة ولا مالك ملاحظة؟ ها؟ ملاحظة هاي الحركات ولا لا؟ بروتين واشياء. سبحان الله. لازم اشربه على فكرة، كتير مقرف بس لازم اشربه بعد الجيم. وإلا ما راح أشوف نتيجة. مسكر. في محل هون بدنا نجيب منه شيء هاد تبع اللي قبل التمرين اللي بيعطي طاقة وبروتين هيك. خلصان من عندنا فلازم نجيب واحد جديد. كل ما نجي عليه مسكر لأني نحنا عم نيجي متأخر. ما كل العالم كاتين إلا هو مسكر. طيب هون ما عندهم. زبدية ولا إيش؟ اليوم ضغطت على حالي كتير بالتمرين انه لازم كنت اوصل للشو اسمه الفشل العضلي حتى واحد يشوف نتيجة. anyway اشرب هاد حتى ريحته مو طيبة. هو على اساس طعم الشوكولا يعني، بس ماله داعي، بس شو ماله علاقة بالشوكولا؟ كأنه مي وسكر شبه الدواء شوي. هاد على اساس شوكولا بس بيشبه كل شيء الا شوكولا برايي انا. انت شو رايك؟ انت من كتر ما محروم صاير يشوف اي شيء طيب صح؟ ما بدك شايف شيء جديد. وين الباب؟ لا شو شو حاط تقويم صح؟ ما مبين على فكره ابدا ما مبين تقويم شكلها يعني. بخلص من شيء بطلع لي شيء ثاني. منين بدي اقول منين بدي ليه حاطط تقويم شفاف؟ اشرح ليه حاطط؟ اشرح لك ليش حاطط تقويم شفاف؟ اصبعت رجلي عم توجعني فبحط تقويم فبصير ما بتوجعني. اضحك وتضحك ويلا يلا. يعني سؤالك مو ظابط، سؤالك فيه انه نوع من لا يعني انه ليش لا ما في نوع من الغباء. قول كمل الجمله. نوع من الغباء؟ لا في واحد عنده كذا سبب. مثلا انت عندك مشكله معينه انا هي ما عندي اياها. شو في غير انه اذا عندك
اسنانك مخربطين بحطوا التقويم لشيء ثاني شو؟ ما اشرح لنا شو قصدك؟ ان شو عندك اللي هاي مو هلا على اساس عملت اسنانك؟ هو سني هذا تحرك، انا من زمان كنت حاطط تقويم، لما الله ضبطت اسناني من جديد بلش يتحرك، لاني في حمايه لازم احطها كل يوم بالليل في تمي ما عم بستعملها، فالاسنان عندهم ذاكره برجعوا على طبيعتهم. تخلي في فرجيكي حلي دخلت على المري تبعك. ايه اوكي، عنده سنين هون، اترجم لكم لان سيامن ما بيعرف يشرح. عنده هون سن من زمان عنده هاي المشكله، سن شوي طالع لقدام وسن شوي داخل، وطبعا هي يعني مو كثير مبينه الا اذا واحد دقق كثير، بس يامن لانه كثير معقد لازم يحل هاي المشكله فحط تقويم. شايفين الحر؟ يعني لما واحد يطلع من الجيم وحر وبرا حر، يعني اثنين في واحد. افتح الباب، احلى اجواء شتوية.